بهذه الموازنة لمحافظة البصرة أكيد لا يمكن أن تمضي قدما بمشاريعها، خصوصا مشاريع البنى التحتية الكبيرة التي تحاول الحكومة المحلية إكمالها. هذا أكيد يعني يخنق البصرة بشكل عام إذا ما استندنا إلى موازنة العام الحالي 2024. ولكن حتى نكون منصفين، إذا ذهبنا إلى الوراء وإلى التصريح السوداني مرة أخرى، يقول هناك 7 تريليون هي محفوظة في حساب الأمانات للمحافظات وبإمكانها صرفها. حسب هذه النسبة، إذا ناخذ مدينة البصرة، هي صرفة 30 أو 35، نعم بمعنى هناك ما يقارب 2 تريليون دينار عراقي موجودة في حساب الأمانات للمحافظة. هنا المسألة تبقى مرهونة بمستوى الصرف، هل ستقوم وزارة المالية بإرساء أو يعني إرسال هذه التخصيصات إلى المحافظة حتى تقوم بمشاريعها وتعتبرها باعتبارها مبالغ مدورة من موازنة العام الماضي. أما إذا حصلت مشاكل إدارية وتلكؤات، فهذا أكيد سوف يخلق يعني مشاكل بالنسبة للمحافظة مع الشركات المحلية. وحضرتك تعرف أن المقاولين دائما حينما لم يستلموا أجزاء أو أقساط من مدفوعات استثماراتهم حسب العقود المبرمة مع الحكومة المحلية، أكيد يضطرون للتوقف.